من طريق الخير ومكة تجمعنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
5 باقي ساعة. إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا أمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. السلام عليكم ورحمة الله. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام
إذا تولى في الأرض يفسد فيها ويهلكها والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم حسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يفعل ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا يوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.
قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إياك نعبد. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والصلوات الطيبات السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم اللهم صل وبارك على محمد كما باركت الله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أملك إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد منا ولك الشكر فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله النبي المجتبى والرسول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه دوما وأبدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، موطن القداسة والإجلال. رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقطع من شجر الحرم ويعلفه بعيرا له، فقال علي بالرجل فأتي به، فقال يا عبد الله، أما علمت أن مكة حرام لا يقطع عضاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمعرف؟ فقال يا أمير المؤمنين، والله ما حملني على ذلك إلا أن معي نضوا لي، فخشيت أن ألا يبلغني أهلي، وما معي زاد ولا نفقة. فرق عليه عمر بعدما هم به، وأمر ببعير له من إبل الصدقة موفرا طحينا فأعطاه إياه، وقال لا تعودن أن تقطع من شجر الحرم شيئا. وكذلك يجب أن تعرف جلالة المكان العظيم الذي اختاره الله فأحبه دون سائر البلدان ذات الأجواء العليلة والمناظر الخلابة البديعة.
وحمى كل ما فيها لتبقى عظيمة مهابة في نفس كل مسلم يتعلق بها قلبه وتسكن بها جوارحه، إذ تمنعه عما لا بأس به في غيرها حتى يرتاض بها خلقه وتتهذب طباعه. من قداسة البلد في القرآن الكريم قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وقال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قداسة البلدة في السنة عن عبد الله بن عدي بن حمراء رضي الله عنه قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وعن عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا تركوها وضيعوها هلكوا. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، وهو واضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى أن ذقنه ليكاد يمس واسطة الرحل. ودخل وهو يقرأ سورة الفتح مستشعرا بنعمة الفتح وغفران الذنوب وإفاضة النصر العزيز. وعندما دخل مكة فاتحا رفع كل شعار من شعائر العدل والمساواة والتواضع والخضوع، فأردف أسامة بن زيد وهو ابن مولى رسول الله، ولم يردف أحدا من أبناء بني هاشم وأبناء أشراف قريش وهم كثير. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكة الهنا وأمان حبيبة الرحمن، هنا ربيع النور يحلى بها رمضان، شبابنا معنا نحيا الهنا معنا، نرسم طريق الخير ومكة معنا. مكة الهنا وأمان حبيبة الرحمن، هنا ربيع النور يحلى بها رمضان، شبابنا معنا نحيا الهنا معنا، نرسم طريق الخير ومكة معنا. محمد مو جاي؟ ها محمد؟ لا ركبته قبل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فين وقفنا أمس؟ مية وخمسة. أي نعم. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بالنسبة للمد، لما تمد وتنغم في المد، شايف الأجزاء هذه اللي فيها تنغيم، بعض الأجزاء من المد تكون ما هي ألف، تكون من مخرج ثاني غير المخرج الألف نفسه، عرفت؟ فهو خلي إما أنك تخلي المد يعني بدون أي عرب، أو أنك تسوي عرب يعني وتنقل، ما في مشكلة، بس أنه يكون نفس الألف ما تختلف. حاول تعيد الآيتين الأخيرة هذه. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف لما تقول إن هذه النغمة بالذات يرجع الحرف على جهة اللسان، بدل ما هو من الجوف يخرج يرجع جهة اللسان، وهذا ما هو مخرج الألف الصحيح. خليها ستريت يعني أحسن. لا تخليها ستريت، أو إنك ممكن تخليها يعني فيها تنغيم، مثلا أقدر أقول الذين إذا، لكن كلها ألف، الصوت ما انتقل ما جاء لللسان. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. رجعت وأولئك الأخيرة. في عرفت خلاص، أنت واضحة بالنسبة لك، حاول تعدلها الأخيرة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لحد ما تزبط معك وقف التنغيم، إذا زبطت ما في مشكلة نغم زي ما تقول. متى تنطق الواو متى ما تنطق؟ لأنه نفس الرسم هنا. تاء مفتوحة ولا مربوطة؟ تاء مربوطة. هذه ما هي مربوطة؟ لا مفتوحة مفتوحة. إيه، إذا كانت تاء مربوطة فهي الواو ما تنطق. لكن هنا صلوات مفتوحة التاء، فهي جمع ما هي مفرد. ولما تكون جمع فيها واو في النطق، لكن تكون مفرد صلاة، الواو هذه زائدة في الوسم العثماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر. إن الصفا والمروة من شعائر. والمروة بين الفتحة. إن الصفا والمروة من شعائر الله،
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خير فإن خيرا فإن ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيت أنزلنا افتح الهمزة ما أنزلنا من البيت والهدى من البينات والهدى من البينات والهدى من والهدى من البينات والهدى من بعد ما من البينات والهدى من بعد من البينات والهدى من لا ما في تنوين هدى هدى بس من البينات والهدى من ما في أم من البينات والهدى من والهدى من بعد من البينات والهدى من بعد من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الله يفتح عليك. مر عليها هذه من بعد ما بيناه ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد والهدى من بعد اي بس وصلها انت تفصلها هدى من بعد اي تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الله يفتح عليك. آية طويلة ما فيها ولا موضع وقف. ها؟ ما فيها موضع وقف. ما فيها ايش؟ ما فيها وقف. ما فيها وقف. اي فانت ما شاء الله سني صرفت نفسي يعني. تصرفت نفسك ما يحتاج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان حلالا طيبا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان عند غنتين حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون عيد الآية يا أيها الناس إنما يأمركم إنما يأمركم بالسوء يأمركم بالسوء والفحشاء إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذ قيل لهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا المد على ما ألفينا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا المد راح الأخير آباءنا أيوة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا تمام أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون شيئا ولا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الله يفتح عليك ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم
يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. جزاك الله خير. الله يفتح. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا لا تمدوا زيادة يعني ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الله يفتح عليك. ما شاء الله عليك. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب قبل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق قبل قبل المشرق قبل المشرق والمغرب ولكن البر من ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل السائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين لا وقف عليها والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. الله يفتح عليك.
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الله يفتح عليك. إن شاء الله تبارك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات شد على الغنة شوية أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انتبه للهمزة، لا تقلقلها، يعني الهمزة فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لا تطلع القلقلة هذه. خلينا نعيدها. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله يفتح عليك. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نفس مشكلة المد حقت فيها غنة؟ المد اهتزاز؟ الاهتزاز هذا ما في مشكلة يعني، لكن في حالتك الآن خرج عن مخرج الألف إلى نساء، شايف؟ هذا ما صار ألف خالصة. نغم ما في مشكلة النغم، لكن نعم بالضبط. يعني الترجيع يسموه الترجيع، هذا يسموه بالبلدي العرب، ما فيها مشكلة، لكن لا يخرج الحرف عن مخرجه. من يوم ما يخرج عن مخرجه هنا المشكلة. أحل لكم ليلة الصيام الرفث نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وتدلوا بها، وقفت عليها وتدلوا بها بعدين استأنفت وتدلوا بها، بس لما وقفت الألف راحت. وتدلوا بها بها، كمل الألف خليها مرتاحة. وتدلوا بها أيوة بعدين تستأنف. ممتاز. الله يفتح عليك. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
إن نفس ولا تعتدوا، نفس مشكلة الألف، كمل الواو. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن انتهوا غام، لا مو غام، الهاء ما هي مضمومة مفتوحة. فإن انتهوا لا فإن انتهوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله يفتح عليك، فتح الله علينا وعليكم. جزاك الله خير شيخ، الله يبارك لنا ويبارك لكم. خلاص إن شاء الله بكرة نكمل وأتم الحج والعمرة لله. في المستويات ما شاء الله بعضها أحس فيها تحسن شوية، يعني بدون تحديد أسماء. والله في الغالب يعني أنا بشكل عام أقول يعني، لكن يعني أول مرة ما قطعا ما هي زي اليوم، يعني أنا أتكلم أول يوم مو زي اليوم. أول يوم مو زي اليوم أكيد. طيب مين اللي شد حيله؟ حنا والله لاحظت ناصر تحسن كثير ما شاء الله، هو أكثر واحد، أبرز واحد يعني. جلس نصفق يا شيخ، جلس نصفق، كيف؟ نصفق يا شيخ، صفق لوحدك أنت. الله يسلمك. الله يسلمك. حتى أنت متحسن ترى. والله هون الشباب ما يقول المسكين ها؟ يمكن تعور شوية. إي والله سلامات عليه، نشوف. فادعوا له الله يشفيه. بسيطة إن شاء الله. الله يشفيه. ادعوا له الله يشفيه ويجيب السلام. يدلع يدلع إن شاء الله. لا والله تمام. ماشي يدلع ان شاء الله. شوف صحيح ايش سويت يا ناصر؟ والله ما تركيز شوي. ها؟ شوي تركيز بس اصلا. لا هنا تركيز لكن غير وقت الحلقه اقصد. والله في العاده قراءه الختمه بصراحه قراءه يعني سريعه يعني، فصرت احرص على القراءه العاديه ان تكون مجوده. اثناء قراءتك بينك وبين نفسك. اي نعم تكون قراءه مجوده ترى يعني. شباب الموضوع سهل بس يبغى له شويه كذا دفه بسيطه. هو في الاساس مدرس تحفيظ قران. اي في اشكاليه في اشكاليه ثانيه شيخ. في اشكاليه ثانيه يا شيخ اللي هو موضوع الوقف. الموضوع الوقف اغلب الشباب ترى يعني يجيد الحكم بس لما يرجع في الوقف الابتداء يصير يتروح عليه تفوت عليه. هو طبيعي اذا رجعت الخطا معين ترجع تخطئ اكثر يعني. بالضبط بسيطه. ناصر انت معلم تحفيظ. الله يفتح علينا وعليكم. موفقين. ما درس قران. الله يبارك فيك. مدرسه تحفيظ بس. السلام عليكم. تنغم شويه.
والله لا انت مره كسرت نغم بس ايش الميزان هو كيف تنغم في نفس الوقت تحافظ على مخارج الحروف نظيفه ان شاء الله الله يوفقك والله انا بخاف مثلا لا يضيع علي حكم لا لا الاحكام بالنسبه لك ما اظن فيها مشكله عويصه يعني انت عندك الغنى المدود يعني موجوده ما في مشكله لكن شويه كذا عندك الامكانيه ما شاء الله ان شاء الله حياك الله ياسر كيف حالك طيب بعدين يا ماجد عندك امكانيه هاي معك اهلا حبيبي الله يسعدك ويبارك فيك انت على فكره تحسنت شويه مو كثير شد حيلك